وخلق منها زوجها. ما هو تفسير هذه الآية الكريمة؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة، وأن المقصود بها آدم عليه السلام وقوله الحق وجعل منها زوجها، والمقصود بهذا القول الكريم سيدتنا حواء. ونلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الضمير عائد إلى مؤنث حواء بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ثم جاء التذكير جليا في الآية التي بعدها في قوله تعالى: ليسكن إليها. إذا فصل الذكور عن الأنوثة في قوله تعالى جاء في ليسكن، والكلام في النفس معنى به جنس بني آدم كاملا، وهو الذي نسميه الإنسان، وينقسم إلى الذكور والأنوثة. ولذلك نجد سبحانه تعالى حينما يتكلم عن الذكور كذكورة والأنوثة كأنوثة يأتي بعد ذلك بضمير المذكر أو بضمير المؤنث، مثل قوله تعالى ليسكن إليها، لأن الله تعالى يريد أن يوضح أنه خلق المرأة لتكون سكنا للرجل، ولا يقال إن المرأة له سكن إلا إذا كان هو الذكر متحركا، لأن الحركة والكدح في الحياة للرجل، ثم يأتي ليستريح مع المرأة ويسكن إليها بالحنان والمودة والرقة. أما إن لم تكن المرأة سكنا لرجلها يخرج من البيت، لأن ذلك أفضل له ولها. وقول الله تعالى وتبارك وجعل منها زوجها، وإنما ذلك يذكرنا بما عرفناه من قبل، بأن الله تعالى خلق آدم من الطين ومن الصلصال، ثم نفخ الله تعالى فيه الروح. أما حواء فقد ذكرها في كتابه العزيز بهذه المسألة، وأوضح لنا بقوله: أنا جعلت منها زوجها. ومنها هنا تعني أنها قطعة منه، وقيل أيضا إنها خلقت من ضلع أعوج. ومن يعود إلى هذا الرأي يقول: لأن الله يريد أن يجعل السكن بين الرجل والمرأة ارتباطا عضويا، فالمرأة هنا بعض من الرجل، ونعرف جيدا أن الإنسان يحب ابنه لأنه بعض منه، وبناء على ذلك جاء هذا القول لتقديم الألفة بين الرجل والمرأة.